حضرتك خدت 10 فدادين من اصلاح زراعي مع انك مش فلاح، وبقيت ناظر مدرسة قبل زمايلك ليه؟ اخرس يا ولد، انا خدت كل حاجة بعرق جبيني، حكومتنا مصدومة مع امثالك. سكوت. ايه ابني عامل ايه؟ في ايه؟ يا غش انت. معلش يابا، الحكومة بتاعتك بتصفي حسابها معاك. هتوب عصام. الهيئات الوطنية التي تؤيد صوت الطلاب ضد الانحراف. حبيبتي، لا تحملي إلا رجلا من ظهر رجل. خذي حذرك من قتلة الأحلام في هذا البلد الآمن. يا أيها الملاح القادم من رحم الأرض الطيبة، جهز لنا أحسن السفن، أسرع فالليل طويل، وقد ولدنا لزورق الصباح الدائم، لكنهم ذبحوا كل نهار. وليد، أحلامك حلوة. أوعدكم بشرفي إني حمضي كل زملاء الأساتذة على البيان ده، وحوديه بنفسي للمسؤولين، بس علشان خاطري لازم تهدوا شوية، وكفاية اللي حصل. دكتور رمضان، أمال فين الدكتور حسام؟ قبضوا عليه للأسف، تصرفات همجية. ووليد ويوسف وبقية الجماعة؟ الله أعلم اتمسكوا ولا لأ. تعالي. في إيه؟ الدكتور حسام قبضوا عليه. عملوها الخونة. وليد اداني رسالة اوديها للدكتور حسام. الدكتور رمضان بداله. اخبار عصام يوسف ايه؟ معرفش اي حاجة عنه، حتى وليد مش لاقيه. ما تخافيش، انا وليد وصلته البلد امبارح بنفسي. صحيح، يبقى لازم نسافر لهم حالا، اكيد هنلاقيهم كلهم هناك. طب اسمعي، عارفة كشك المرور بتاع شبرا؟ تستنيني هناك الساعة 10، وحاولي تركبي مواصلات مختلفة. بس ده هيكون متأخر قوي. الاحتياط واجب، وسفر بالليل أمان لينا وليهم. متشكرة، مع السلامة. زينة، ما تجيش هنا تاني عشان مصلحتك، فاهمة؟ فاهمة. نسيت عنوان الدكتور رمضان ايه؟ 68 شارع أبو بكر الصديق في مصر الجديدة. طيب، مع السلامة انتي. مع السلامة. اللهم ارفع غضبك عنا. منهم لله، الله يخرب بيوتهم. الكفرة، ربنا ينتقم منهم. الصبر يا بنتي. ودلوقتي هتعملوا ايه؟ هقوم اكبر محامي في المنصورة. مش كفاية، لازم تروحوا الاتحاد الاشتراكي والصحافة والنقابات وتقلبوا الدنيا فوق دماغ الحكومة، وانا اول ما اعرف حاجة هتصل بيكم. عن اذنكم.